التباعد من نفذ الإجراءات الاحترازية بتاع وزارة الصحة، حرصا منا على سلامتكم، حرصا من نقيب والمجلس على ان احنا قبل ما نبدأ في العلم نبدأ في الأول في الصحة، ونبدأ في الأخلاق، ونبدأ في الكلام ده كله. فانتوا شايفين اللي احنا عاملينه النهارده بالنسبة لكم، ودي حاجة مهمة جدا. النهارده جلسة تاريخية بتعتبر بالنسبة لحضراتكم، اللي هو جلسة حلف اليمين. وحلف اليمين ده شرط أساسي طبقا للقانون من القيد في نقابة المحامين. يعني اللي ما يحلفش اليمين القسم ده يبقى قيده باطل. ولذلك ده الإجراء اللي احنا حارصين عليه جدا، والنقيب حارص عليه جدا، إنه هو لازم يحلف هو بشخصه. ليه؟ لأن نص القانون قال كده، فبنطبق نص القانون والنقيب العام بيحلف. ليه؟ عشان يلتقي مع المحامين ويبدأ معاهم بداية دخولهم مهنة المحاماة، بداية انضمامهم للجمعية العمومية للمحامين هتبقى إيه؟ والأساس إيه؟ والشروط الواجب توافرها في المحامي إيه؟ دي أمور مهمة جدا. ولذلك لما تيجي تشوف القسم هو مش عبارات بنرددها بس تقول كده وانت تقول ورانا وخلاص، لا، ده القسم ده لو جيت ولازم تبقى انت عارف كده وانت بتقرا او العبارات بتاعه القسم، هي دي مهنه المحاماه. من اول ما بنبدا في القسم لغايه ما ننتهي ان احافظ على مهنه المحاماه وتقاليدها، وان احترم الدستور والقانون في الاخر. فلما تيجي تشوف المعنى المضمون والموضوع بتاع القسم، هي دي مهنة المحاماة. بتبدأ من أخلاق المحامي الأول، وبتبدأ العلم بعد الأخلاق، الأخلاق الأول طبعا والعلم ده بعدين، والاحترام والأدب والالتزام والشخصية والاعتزاز بالشخصية والكلام ده كله، الأمور اللي كلها مجتمعة بتكون شخصية المحامي المطلوب ان هو يبقى عضو بارز في المجتمع وعضو في الجمعية العمومية للمحامين. الأمر الآخر، انت داخل النهاردة وانتوا موجودين دلوقتي، انت مش محامي لسه، ما يطلق عليك لفظ محامي. ليه؟ لأنك انت لسه حاصل على ليسانس الحقوق. النهاردة بعد حلف اليمين اللي هو هترددها ورا معالي النقيب العام، بعد الحلف ده وينتهي الحلف والنقيب يقول لك مبروك، ده انت بقيت محامي، ويلقب وتلقب بالاستاذ او الاستاذه بعد حلف اليمين، لانك اصبحت عضو في الجمعيه العموميه للمحامين، فبيطبق عليك قانون المحاماه. خلاص، يبقى احنا النهارده بعد الحلف دخلنا مرحله جديده، مرحله جديده من حياتنا، مرحله جديده في تصرفاتنا، مرحلة جديدة في سلوكنا، نظرة المجتمع بتتغير بالنسبة لكم من النهاردة وانتوا خارجين. يقول لك المحامين خرجت، ليه؟ بقى محامين خلاص، حلفوا اليمين وبقى محامين. هنا لازم تتعامل مع المجتمع على انك محامي، والمجتمع يتعامل معاك على انك محامي. ده طبعا كلام كتير هنبقى نقوله في المعهد ان شاء الله. الامر الاخر بقى، انت عشان تبقى حريص جدا وتعرف قيمه المحاماه ايه، تعرف قيمه المحاماه بالنسبه لكم ايه، لازم تبقى عارف انك انت لما بتنضم للجمعيه العموميه اللي هيكمل، مش يبقى الكلام واضح، اللي هيكمل، انا بقول الكلام ده للي هيكمل، ده هيعيش الفتره اللي جايه وهو عضو في الجمعيه العموميه، ويحسم كل الايجابيات اللي هي هتبقى في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه دي ايه؟ احنا عندنا نقابه المحامين ما بتاخدش حاجه من الدوله خالص. احنا ميزانيه النقابه من عمل المحامين المتواصل، الممارسين مهنه المحاماه، المشتغلين بمهنه المحاماه، العمل اليومي في كافه انواع المحاكم اللي احنا بنعمله، اللي هو ايه؟ الايراد بتاعنا اليومي
أتعاب المحاماة ودموية المحاماة وكل ما له صلة بالمحاماة، ده الإيراد بتاعنا احنا اللي احنا شغالين فيه، ده بيخش كل يوم النقابة العامة، ده الميزانية بتاعة النقابة العامة. ميزانية النقابة العامة اللي بتتولى مجلس النقابة المنتخب من الجمعية العمومية إدارة شؤون المحامين اللي هي الجمعية العمومية، بالخاصة بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة. خلي بالك النقابة العامة بتكفل، أو قانون المحاماة الوحيد اللي بيغطي في العلاج الأب والأم والزوجة والأولاد. مفيش جهة مؤسسة في الدولة بتعمل كده، احنا بنعمل كده. بس الكلام ده لمين؟ للي هيمارس المهنة، اللي هو هيستفيد بكل حاجة. خلي بالك النقابة بتبقى تكاد تكون مسؤولية كاملة عن المحامي وأسرته ومهنته، وهو بيمارس مهنة المحاماة، وكل الأمور دي النقابة أو قانون المحاماة بيحدد ليك إيه وعليك إيه. زي ما عليك. اللي عليك إيه؟ اللي عليك بيكمل اللي ليك، أساس اللي ليك تلتزم. وده كلام برضو احنا ايه بقى ما هنبقى نقوله بعدين. عايز اقول بعد الحلف اليمين ان شاء الله بالراحه كده، هنخرج من هنا من الباب ده، بعد حلف اليمين هنخرج من الباب ده كلنا. ليه؟ عشان زمايلكم اللي هم الدفعه اللي جايه هيخشوا مكانكم في من هنا. احنا النهارده هنسمع مع النقيب العام، النقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، هنسمع منه حلف اليمين. بس حلف اليمين ليس متردد، ولكن حلف اليمين هنسمع منه هيشرح لنا يعني ايه المحاماة، يعني ايه اصول المحاماة، يعني ايه الواجب بالنسبة لنا تجاه مهنة المحاماة، اللي هيكمل معانا مين. ليه؟ لان في حاجة مهمة يمكن النقيب هيقولها، كل ما يخص النقابة العامة وكل ممتلكات النقابة العامة على في جموع في على أرض مصر، سواء نوادي أو مباني أو نقابات أو شقق أو مصايف أو فنادق، كل دي ملك للجمعية العمومية للمحامين. بس مش ليكم انتوا، لسه ما عملتوش حاجة هنا. الأمر ده هتبقوا انتوا من ضمن الجمعية العمومية إن شاء الله لما هتكملوا. وهنترك اللقاء دلوقتي مع النقيب، نسمع ونفهم وشرحه. انا شخصيا كل ما يجي يحلف يمين انا ببقى موجود، والاساتذه اللي هم زمايلي دول بنبقى ليه؟ لان بنتعلم منه كل يوم جديد، لان محامي ممارس فقيه عالم. لما نقول مهنه المحامي، وخاصه وهو ملم جدا بجميع اصول بجميع ايه المعلومات المعرفية، لأن العلم معرفة وإبداع وتفكير. لما نيجي نشوف هنقول بقى إيه، لا هنسرد كتير بالنسبة له. فإحنا بإذن الله هنسمع معنا النقيب هيحلف، وكلنا نازل نبقى نصغى تماما لما سيقرره، لأن كل كلمة بيقولها لها معنى، لها وزن، لها نتيجة. مع معالي النقيب يتفضل.